من الاشياء اللي منسات يعني تطور ولكن حد الان كريم بن عريف تمريره في الجهه اليمنى منتصر عتيمي في الوقت اللي هناك انطلاقه ديال انس باش تمريرات خاطئه من الفريقين في تحقيق نقاط مهمه وهذا السنين اللي حقق من خلالها الهدف الرابع ماشي سهلة لأنه بطبيعة الحال حوار صعب نتابعوا من هو اللاعب الذي غير ودخل مكتمار جديد ممتاز ممتاز صراش بهدوء الكرة البرتقالية ولكن هنالك هدوء في بناء عملية ما كانش الرجاء الرياضي يصطدم بدفاع منظم الان يبحث عن التوغل وهذا سليم يحاول لمره كما تكون ما فيها شيء يلعب الكره مستمره في الجهه المرابط ينطلق المرابط يحاول يمر تدخل المدافع مروان الوردي كره عبر الاشياء اليمنى وصل اتصال المرسي يغطي خط هجوم فريق الدفاع الحسن الشديد اليوم يقوده ايام القعدوي الى جانب شوي كريم بن عريف تمريره في الجهه اليمنى منتصر عتيمي في الوقت اللي هناك انطلاقه ديال انس باش تمريرات خاطئه من الفريقين Right.
Gets the ball out. Good work down the left hand side. Waiting for the decent cross. The cross comes in. Oh, that was. من الخلوي